السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ودي أسأل الشيخ الله يعطيك العافية، هل في فرق بين التدبر والتفسير؟ وين أجد الكتب اللي فيها التدبر؟ التدبر يا أخي أنت تدبر الآيات لنفسك، وأما التفسير فهو التفسير المكتوب، وأجود التفاسير تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي، فتراجعها وتجد فيها إن شاء الله الخير. نعم.